موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. أعلنت المحامية أحلام حداد أن الأسيرين المضربين عن الطعام أحمد أبو فارة وأنس شديد صعدا من إضرابهما بعد رفض محكمة الاحتلال التقرير الطبي الذي قدم حول حالتهما الصحية. نقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قسم 4 داخل سجن ريمون واعتدت على عدد من الأسرى الذين رفضوا التفتيش، ولفتت أن الوحدات عثت خرابا في القسم وفتشته بالكامل. أصيب فجر اليوم فتى وشابين برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحمة، حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. في موضوع آخر، أعلن مركز التجارة الفلسطيني بالتريد عن الفائز بجائزة مصدر فلسطين الأول هذا العام، وهي شركة الرويال الصناعية التجارية، فيما وزعت بالتريد أيضا عددا من الجوائز في مختلف المجالات. وأخيرا، وصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي لليوم الثالث على التوالي في كلا الاتجاهين، وأفادت مصادر محلية أن عمليات سفر المواطنين من ذوي الحالات الإنسانية والمرضى والطلبة وحملة الإقامات المصرية والأجنبية تجري بانتظام. ولمزيد من المعلومات والتقارير الأخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء.